ان شاء الله اهم حاجه. زي ما انتم شايفين النهارده عندي اوردر ل 400 كوبكايه ل 400 كوب كيك، لازم اعملهم في 24 ساعه، يعني اشتري واحضر واسلم الاوردر في 24 ساعه. هاخدكم معايا داي ويز مي از بزنس اونر للكب كيك اللي انا بحبهم جدا. لو اول مره تزوروني على القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس وتسيبوا لي اللايكس والكومنتس عشان خاطر ايه الدعم والتشجيع. ويلا بينا اخدكم معايا عشان خاطر نبتدي من اول ستيب ببتدي بيها قبل ما بحضر الكب كيك. اول حاجه بعملها ان انا بكتب كل حاجه محتاجاها في الانجريدينت وفي الماتيريالز في نوت بوك عشان خاطر ما انساش ولا حاجه، وبتشيك في البيت عندي او في المطبخ الحاجات اللي موجوده، الكميات مناسبه ولا لا، اللي ناقص عشان خاطر يبقى كله موجود، وبجيب بكميات زياده عشان يعني لا سمح الله حصل حاجه او كده يكون عندي كله موجود. فانا هنا طلعت عشان خاطر هشتري، بس للاسف ما عرفتش اصور لكم جوه المحلات وكده، عشان انتوا عارفين مش كل الناس بتحب انها تسيبك تصور وانها يعني تشارك، انها تحس انه عادي يعني التصوير. الستيب الثانيه اللي انا هعملها دلوقتي بعد ما جبت الحاجه ورصيتها، بحط الحاجات اللي لازم تخش الثلاجه بحطها في الثلاجه. ثاني حاجه برص كل حاجه قدامي، حاجات التزيين، الماتيريالز، مواد الخام الاوليه الاساسيه، يعني مثلا زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا هوريكم. هنا عندي الدقيق انا مسكته دخلته كويس، مش كل شويه هبقى محتاجه دقيق هنخل ويبقى ياخد مني وقت كتير. باخد الكميه اللي هتناسبني في او نص حتى الكميه عشان ما يفضلش معايا كتير، يعني باخد نص الكميه وبنخلها كويس وبرصها كده قدامي بشوفها بعينيا. هنا عندي سكر باودر برضو جبته معايا بكميات كويسه برضو عشان خاطر ممكن ايه احتاج زياده فما الاقيش معايا زياده، كان عندي في البيت وبرصه برضو قدامي. بالنسبه هنا عندي بقى ايه، عندي هنا السكر. بالنسبه للسكر اكيد الكميه دي مش هتكفيني، بس انا خدت اكتر كميه ممكن احطها في البوكس واحتفظ بيها قدامي، لو احتجت تاني بزود برضو. هنا بقى بجيب كل حاجه انا هحتاجها في الماتيريالز. بالنسبه للكب كيك فبحتاج مثلا مبشره، الخلاط اليدوي، البلاندر اللي هو بشيل بيه العجين بتاع الكب كيك، بحطهم هنا لوحدهم. هنا بقى عندي الميزان، عندي المصفى، وعندي مقص ممكن احتاجه برضو. وهنا عندي الرؤوس بتاعت الزينة اللي انا هحتاجها في الاوردر ده بس، يعني اللي انا هستغلها في الاوردر ده بس، اوكي، عشان ما يبقاش عندي كتير وحاجات كتيرة. جبت الصغيرين منهم والكبار وكل حاجة هحتاجها. عندي هنا الاكياس بتاعت الكريمة اللي احنا بنستخدمها وبنرميها، ضرورية جدا 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 يا جماعة. وعندي هنا الاكياس اللي انا مثلا ببقى خلاص انا هغسلها وهتفضل معايا، كان عندي خصاص فيهم فجبت واحد زيادة زي ما انتوا شايفين. واول حاجة ببتدي بيها في التحضيرات هي الكريمة، وال يعني اي حاجة فيها الحشو والكريمة ببتدي فيها. فهنا جبت الكريمة بتاعتي، هعمل جناش الشوكولاتة بالحليب، فانا بخلطهم، بخلط الاول بدفي الكريمة بعد كده بخلط معاها الشوكولاتة لحد ما بتتجانس ويبقى عندي جناش حلوة للحشو وكمان للكريمة اللي انا بزين بيها. بخلط كويس لحد ما بتتجانس معايا. وهنا عندي الفليفر الثاني اللي هو الكوفي، حشو الكوفي بعمله بشكل يعني زي الجناش برضو، كريمة وشوكولاتة بيضة وكوفي، فيعني بعملها بكل قلبي عشان خاطر يبقى الطعم جامد جدا. بعد ما بخلصها جيت هنا للجناش بتاع الشوكولاته الدارك شوكليت، فبرضه نفس ستيب بعملها في كل حاجه، بقسم الحشو وبقسم الكريمات اللي هي الجناش.
بعد ما بيبردوا بحطهم في برطمانات او ازايز whatever الحاجة اللي هتحطهم فيها وبسيبهم على جنب. ونبتدي نحضر كريمة التزيين. اهم حاجة تكون كريمة جودتها كويسة جدا جدا عشان تمسك معانا، عشان كمان الطعم. وانا بالنسبة لي بختار تشيز كريم، مش بشتغل بالبارر كريم، في ناس بتحبها بس انا صراحة بفضل التشيز كريم، بحس طعمها ألذذ كده واحلى بكتير. فهنا عندي الفليفر بتاع الشوكولات، بزود له الجناش اللي انا عملتها قبل كده يعني قبلها وسبتها تمسك نفسها، وبخلطهم كويس عشان يديني طعم يعني حلو جدا. وكمان بختار الدارك شوكولات عشان ما يبقاش الفليفر فيه سكر كتير، يعني لما ياكل واحد الكب كيك يحسها ان هي طعمها متوازن، طعمها جميل، مش سكر زيادة او زبدة او حاجة بتخليه ان هو مش قادر يكمل الكب كيك. نيجي هنا للبيز بتاع الكب كيك اللي هو الكيك. فبعد ما بغسل البيض وبنضفه كويس وبحضر كل الحاجات اللي انا هيلزموني، ببتدي اخلط العجين. اكيد بواسطة العجانة يعني عشان خاطر تساعدني، الشوكولات لوحدها وكمان الفليفر اللي هو فانيليا او ليمون او كوفي حسب الحاجة اللي انا يعني مطلوبة مني في الاوردر، بعملها وبخلطها. وبصوا معايا سموت جدا. بالنسبة للصواني بتاع الكب كيك فبيكون عندي كمية كويسة عشان يخشوا مرة واحدة الفرن او مرتين يعني حسب الكمية، بس عشان خاطر ما بقاش بلعب بواحد او اتنين. اكيد بعد كده بحط فيهم قوالب الكب كيك، انا بختار الابيض سادة عشان يبقى باين اذا كان شوكولت ولا فانيليا ولا يعني الفليفر. قولولي انتوا بتحبوا الشوكولت ولا الفانيليا في الكيك. بعدين بدخلهم الفرن لحد ما بيستووا، وشوفوا معايا الجمال بجد بيطلعوا تحفة. نفس الشكل نفس كل حاجة. بعد كده بفرغهم. في ناس ما بتحبش تزود عليها شغل فما بتفرغش ولا بتحشي الكب كيك. يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه، اخباركم ايه؟ زي ما انتم شايفين امبارح بسم الله ما شاء الله عملنا، او يعني عملت انت كنت معايا في التصوير، 400 كوباية يعني اتعجنت واستوت وكمان اتفرغت خالص. بصوا يعني هنا اللي هو بالاسود بالشوكولاته، وهنا الابيض، وفي فليفر الكوفي، وفي فليفر كمان الليمون. فدلوقتي انا هقول لكم انا كنت عامله، بصوا عشان خاطر ما ينشفش وهشيله دلوقتي، وبعد كده هنبتدي الحشو، هيبتدي العد يعني التنازلي عشان خاطر لازم اسلم الاوردر بدري بدري بدري. كمان كنت عاوزه اقول لكم حاجه، لو عندكم اوردر كبير اهم حاجه انكم تعملوا الكريمات اول حاجه وبعد كده الكيك. ليه؟ الكريمات بتاخد شويه وقت في انك تظبطيها وانها تبرد في الثلاجه كويس، متبقاش يعني سايله وسايحه ومش عارفه ايه، فلازم تاخد وقتها في التبريد، بعد كده بنعمل الكب كيك. فيلا بينا ما نتكلمش كتير. صراحه امبارح انا نمت الساعه يعني بعد الفجر، يعني بعد الفجر بشويه، يعني بعد ما صليت الفجر الحمد لله نمت، وصحيت الساعه 10، فقدامي تقريبا 4-5 ساعات عشان خاطر اسلم الاوردر. فعلى بركة الله ونستغفر كده كتير عشان خاطر ربنا يساعدنا. يلا بينا. بالنسبه للفليفرز اللي انا بشتغل بيها، ففي حاجات موسميه وفي حاجات بتبقى يعني على طول موجوده، بس معظم الفليفر موجودين تقريبا، في ستروبري، في ماتشا، في روزبيري، في برتقال، في اناناس، في ميكس بين الشوكليت والفانيليا. كل الفليفرز بتبقى موجودة ومتوفرة، في مانجا للناس اللي بتحب المانجا، وكمان الكراميل. ف انا بقول لكم انه كل حاجه بتبقى هوم ميد عشان خاطر يبقى الكواليتي كويسه اول حاجه، الفليفر قوي اهم حاجه، وكله بيبقى بحشو. في كمان مثلا الكارت كيك بيبقى بعين جمل حسب الطلب وحسب الناس هي حابه ايه.
في ديزاينات خاصة بالويدينج وفي ديزاين بالأعياد الميلاد حسب الطلب زي ما قلت لكم. بالنسبة للبوكس بيبقى فيه 6 قطع، التوصيل كمان في الجيزة والقاهرة وإن شاء الله عقبال ما يبقى في العالم كله، ليه لأ، كمان بوكس فيه 6 قطع. هسيب لكم البيج بتاع الكيكس الكب كيك للناس اللي هي حابة تعمل أوردر، ليه لأ. هنا بعد ما خلصت الكب كيك والتزيين وكل حاجة رصيتهم في البوكس بتاعهم وبلمهم عشان خاطر يعني الحمد لله الحمد لله اوصل الاوردر للناس اللي هي عاوزاها. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب واشوفكم على خير باذن الله.